سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلي وأحبائي في الأردن الحبيب، نرحب بكم في هذه الأمسية. نأمل بإذن الله أن نلقي الضوء على العديد من هموم المواطن الأردني. نحن هنا نخدم الإنسان بغض النظر عن عرقه ودينه ولونه. قلوبنا تخاطبكم وعقولنا تسألكم وتناديكم وتناجيكم بأن نهب جميعا لخدمة فقراء الأردن. نحن بمواجهة حقيقية مع الفقر. الفقر هو العدو الشرس الذي يهاجم مجتمعنا الأردني الحبيب، هذا المجتمع الطيب اللطيف الذي لا نرى منه إلا الخلق والخلق العالي. في هذه الليلة أحبائي الكرام، أستضيف وإياكم سعادة السيد ماجد الشراري رئيس بلدية معان، وسعادة السيدة عاهدة كريشان عضو مجلس بلدية معان. أهلا وسهلا بهم، وأرحب باسمي واسم قناة نورمينا بضيوفي الأعزاء لنلقي الضوء على مشكلة هامة تؤرقنا جميعا، معان وهم معان، الفقر في معان والنسبة العالية التي وصلت إلى حدود لا يمكن أن نتغاضى عنها. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم سيدي. أهلا بكم في جماعة. إحنا يعني بعد عيد الأضحى المبارك حبينا في أولى حلقات هذا البرنامج أن نستضيف سعادة رئيس بلدية معان أخونا وحبيبنا الأستاذ ماجد الشراري والسيدة عاهدة كريشان. والصحيح يعني أتكلم وأنا متألم جدا. نعم. عهدت معان من حوالي 50 سنة. نعم. لكن ما أراه الآن يعني شيء مؤلم، تراجع جدا ومؤلم ومحزن. نرى معان هذه جوهرة الصحراء، جوهرة الأردن، نراها كل يوم في تراجع، والفقر يهاجم كافة أحياء وكافة مناطق معان. للأسف الشديد هذه ظاهرة يجب أن نحاربها، وأحببنا أن ننطلق من معان لأن النسبة عالية جدا في معان. أهلا وسهلا بكم. بدي يعني تفضلوا، خلينا يعني نستمع منك ونستمع من أختنا عن هم معان والمعانية. أستاذ، إحنا بداية بنشكرك على التنسيق لهذا اللقاء. أهلا وسهلا، وإن الشرف أن نكون ضيوف حلقة عندكم اليوم. أهلا وسهلا، وبنشكر القائمين على قناة نورمينا. الله يحييك. الحقيقة يعني القناة أثبتت موجوديتها ودائما يعني بتثير المشاكل الحساسة والمشاكل المهمة في المجتمع. نعم. والفقر والبطالة هي الآن يعني عنوان رئيسي في كل المدن الأردنية بتفاوت النسب. صحيح. بطل هذا العنوان اللي هي محافظة معان. نعم. الحقيقة يعني الآن تقريبا محافظة معان هي الأعلى نسبيا ما بين محافظات المملكة في الفقر والبطالة لعدة أسباب. احنا يعني أهلنا في معان يعني منذ القدم، معان مدينة قديمة جدا يعني تاريخها بعود تقريبا ل 6000 سنة. نعم. منذ البداية حكم موقع مدينة معان الاستراتيجي، تمام، يعني كان سبب في أنه أهل معان يكونوا تجار يعتمدوا على التجارة وعلى الزراعة لأنها متوسط لدول الوطن العربي. تعرف يعني
في القديم كانوا القوافل والتجار يمروا من هاي المدينة يتزودوا في الغذاء والماء، فحكم موقعها أجبر أهالي مدينة معان أنهم يعتمدوا على التجارة وعلى الزراعة. في الأيام القريبة أو خلينا نحكي العقود المنصرمة كان يعني في عزوف عن الزراعة لأسباب نقدر نحكي أنها كان يعني عبارة عن تغول الشركات الكبرى على مصادر المياه، فهاي أثرت على القطاع الزراعي. أثرت على القطاع الزراعي. الآن قطاع بأكمله خف نشاطه أو وقف نشاطه بده طبعا يرفع في نسبة البطالة. يعني أحد الأسباب أنه يعني شح المياه. شح المياه بأسباب مش كطبيعة. الشح المسبب. الشح المسبب. نعم. يعني الآن العوائد اللي كانت تعود للمواطن أو اللي كان المهنة اللي امتهنها المواطن وكانت مصدر دخل إله، إجت شركات كبرى تغولت على هذا المصدر، حرمت وناس كثير لمصلحة أشخاص أو جهات معينة. مصلحتي نعم. فحرمت يعني خلينا نحكي شعب بأكمله مقابل مصالح معينة وما وفرت البديل إله. أنا بدي أحرمك من شيء المفروض مني أني أنا أوفر لك البديل. نعم. يعني هذا سبب من الأسباب. السبب الثاني يعني بعد مدينة معان عن المركز العاصمة كمان له دور. صحيح. له دور رئيسي. والتهميش اللي عانت معان لفترة طويلة من خلال الحكومات المتعاقبة لأسباب ممكن تكون مقصودة وممكن تكون أنها غير مقصودة. نعم. علما بأنه يعني مدينة معان تقريبا تشكل 37 محافظة معان عفوا تشكل 37% من مساحة الأردن. نعم. نعم. وتحتوي على 40% من ثروات الوطن. يعني أغنى منطقة في الثروات الطبيعية على مستوى الأردن. نعم. امتداده من أقصى الشمال لأقصى الجنوب وأقصى الشرق لأقصى الغرب هي في منطقة معان. وللأسف نعم. الشديد سنتحدث هذا عنه يعني. نعم. نعم. وللأسف نعم. الشديد يعني هم الأقل أقل فرصة في الاستفادة من هذه الثروات اللي بيستخرجوها من منطقتهم. نعم. فهذا سبب رئيسي يعني في خلينا نحكي في ارتفاع نسبة الفقر. والبطالة يعني بتعرف يعني إذا ما كان في فرص عمل متوفرة في المنطقة، مشاريع استثمارية، مصانع، بده يكون طبعا شيء طبيعي بده يكون في بطالة. والتعليم مهم جدا في حياة الإنسان، ولكن أحيانا أو إحنا الفترة هاي يعني صرنا نشعر إنه التعليم صار مشكلة رئيسية في حياة الإنسان في حياتنا يعني. نتيجة لكلفته العالية. مش للكلفة العالية عفوا يعني الآن سهل جدا أنك تحصل على الشهادة الجامعية، لكن هات لي فرصة عمل في الشهادة. ثقافة العيب يعني سيطرت على نعم نعم هي يعني هي البطالة. نعم. يعني فرص العمل وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية عدم 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 واحتياجات السوق. نعم. واحتياجات السوق وعدم يعني عدم وضع خطة واضحة للتعليم في الأردن. يعني في عندك بعض التخصصات بتندرس أو موجودة في الجامعات، بدرس الطالب وأبوه بخسر عليه وبتعب، وفي النهاية بطلع مش أنه صعب أنه يلاقي فرصة عمل، مستحيل يلاقي فرصة عمل. طب ليش التخصص هذا موجود؟ نعم. المفروض يكون في تنسيق ويكون في تنظيم للتخصصات الموجودة. إعادة النظر في. طيب يعني أنا أشكرك يعني هذه بداية إن شاء الله ننطلق منها طيبة. وأود سؤالك سيدة عاهدة، أولا أهلا وسهلا فيك، وبعدين يعني إحنا المرأة نص المجتمع، وأنا يعني أشد يدي على يدك، والسيدة المعطاءة يعني إحنا نسعد فيها ونفتخر ونفاخر بها الدنيا. كان عندي ضيف قبل فترة ويعني تكلم كلام طيب عن المرأة، شيخنا الفاضل الشيخ أحد شيوخنا أحد أئمتنا قال لله درك يا امرأة، عندما تولدين تدخلي أباك الجنة، وعندما تتزوجين تكملي نصف دين زوجك، وعندما تكبرين فهناك طريق تمر من تحت قدميك إلى الجنة.
هذا يعني يعني كلام للمرأة وهذا حقيقة، وهذا يعني عمل المرأة يجب أن يدون ويجب أن نستذكره بالخير، لأن قلبنا لا ينبض إلا بأمر المرأة، لأنها هي النصف المضيء في حياة البشر. أود يعني أخذ لمحة بسيطة منك يعني عن هموم المعانيات، هموم أهلنا، طبعا هو هم مشترك، لكن الهم الأكبر كما قال أخي يعني هو هم معانا. تفضلي. أهلا وسهلا فيك ونشكرك على استضافتنا كمجلس بلدي، لأنه في البداية المجلس البلدي له يعني تماس مع المجتمع المحلي. نعم. وإله دراية أكثر بأمور المجتمع المحلي وهمومه يعني. فمشكلة الفقر والبطالة هاي في معان يعني مشكلة تتزايد سريع. وللأسف ما في اهتمامات. نعم. يعني تتزايد بشكل سريع. نعم. 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 بالنسبة للمرأة في محافظة معان يعني للأسف المرأة المعانية تمتاز يعني تمتاز بقدرات عالية وعندها إرادة. نعم. بس للأسف مهمشة يعني على مستوى بشكل عام. إحنا مثلا حضور المرأة بشكل عام في المملكة أقلها محافظة معان. شو هي الأسباب لغاية الآن مش معروفة يعني. هو يعني أسباب عديدة، أسباب يعني مشكلة منوعة، لكن إحنا هدفنا أن نرقى بعمل وعدالة اجتماعية للمستقبل القريب. في نساء متميزات بمحافظة معان، تعليم عالي، لهم دور فعال في المجتمع، بس نعم. مهمشين. مهمشين. طيب أنت بتلوم مين هذا التهميش على مدار نشأة الدولة الأردنية؟ أنا بدي أتكلم لك، أنا بدي أعتبر حالي معاني، وأنا معاني أكيد، وأنا يعني أحب معاني، يمكن بعرف ماجد بحب أحبها يعني يعني متأصل في القلب كالعقبة وكأي مدينة من مدن، لكن سبحان الله في إلها ميزة خاصة. على مدار نشأة الدولة الأردنية، منذ نشأة الدولة الأردنية لغاية الآن، لم يكن هناك حكومة أو مجلس نواب أو غيره إلا مشاركين فاعلين في أهلنا من معان، ومسؤولين كانوا مسؤولين على مستوى عالي جدا، ووصلوا درجات عالية، ووصلوا درجات عالية جدا. هل هناك تقصير؟ أنا متأكد أنه هناك تقصير من جهاز الحكومات المتعاقبة أكيد، لكن أيضا ومن ابن معان اللي نلوم على ابن معان، نلوم على المسؤول المعاني اللي وصل مراكز عليا ولم يساهم بنشر وعي وثقافي لكي ينهض بمعان إلى مستوى أعلى. تفضل أخي، وقال أنه مساحة معان 37% من مساحة المملكة الأردنية الهاشمية. معان فيها البتراء، إحدى عجائب الدنيا السبعة، مقصد السياح الأول. شو استفادت معان وأهل معان من هذا؟ لا شو استفدتوا؟ لا شيء. المرأة المعانية بتعرف عن البتراء، بتعرف عن إشي، بتعرف علما ثقافة. الشاب المعاني شو بيستفيد من هذا الطريق الحريري اللي يوجه يعني إلى معان؟ حتى قربنا من منطقة العقبة الاقتصادية ما أثر على معان شيء. برضو نعم. قررتها ما فادت. ما نعم. يعني ما فاد على ما فادت معان في تنميتها في يعني. هلا احنا بس نحكي انه في ابن معان مثلا وصل لمرحله معينه من المناصب والسلطه وله دور يعني، بدنا منه مشاركه. احنا بنقارن نفسنا في المحافظات الثانيه، للاسف مشاركته اعلى من محافظه معان. نعم. احنا بنحكي مجتمع معان مغلق، لا بس يؤمن بالمراه.